السلام عليكم البنات، كديرين بخير؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. اليوم البنات جينا بواحد الوصفه للتجاعيد، وصفه قويه 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 للتجاعيد. البنات تفرجوا في الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا اكثر واكثر واكثر. اي حاجه كنعطيها لكم كنبغيكم تطبقوها كيف ما عطيتها لكم باش تشوفوا نتيجه، باش تعطوني الرد ديالكم في التعليقات كيف ما دائما كنتسنى التعليقات وكنجاوب على كل التعليقات. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي، وما تنساوش تشجيعاتكم ليا هي باش كاينه انا في اليوتيوب، واللي مازال ما شاركش في القناه ديالي يشارك ويدير بصمه، يدير الجرس، يضغط على الجرس وبارطاجيو باش كلشي يستافد وكلشي يشوفنا، كلشي نوليو عائله مجموعه كيف ما تنقول لكم دائما. مرحبا بكم البنات، اليوم عندي واحد الوصفه كيف قلت لكم خارقه للتجاعيد، زوينه بزاف البنات اللي ولنفخ كنت غنساها، ولنفخ الخدود. البنات بزاف كيبغيو يكون عندهم ترهلات، هذه راه يعني كتهنيك من ترهلات ديال الخدود، كتشد الخدود، كيوقفوا الخدود ديالك، كيعطي واحد النضاره للوجه بحال دايره البوتوكس، ولكن مع المداومه. هي في المره الاولى غادي ديري الماسك غادي تشوفي نتيجه، اكيد من المره الاولى غتشوفي نتيجه، ولكن الى تبعتي هذا الماسك هذا غتشوفي النتيجه اللي راك انت كتبحتي عليها واللي انت بغيتيها واللي انت تمنيتي يكون الوجه ديالك هكذاك. هذا الشيء الطبيعي كيبغي المداومه وكيبغي الصبر، ولكن راه ما كيرجعش الوجه مترهل، ما كيرجعش كيف ما مكونات اخرى كديريها من بعد كيمشي المفعول ديالها، لا، هادشي الطبيعي كياخذ الوقت باش كيعطيك النتيجه، ولكن كتبقى النتيجه كما هي. كيف ما تنقول دائما تنقولها لكم، تنقول لكم البنات الصبر، تهلاي في راسك باي حاجه عندك في الكوزينه، عرفي معياش غتخلطيها وصافي، اي حاجه عندها افاده غير باش غتخلط هي، باش هو المشكل في الخليط ديال داك المكون معياش غادي ديريه. نبداو ما نطولش عليكم اكثر، نبداو. عندي الوصفه كتكون ليا من ثلاثه ديال المكونات، اللي هي من البروتين اللي هو كيشد البشره، اللي موجود عندنا في البيض كيشد البشره 100%، وهاد الوصفه هادي راه قوه ديالها 100%. عندي غناخذ ابيض البيض، وعندي زيت الكوك، زيت الكوك رائع من الزيوت يعني الخارقه القويه في الترطيب، زيت الكوك من الزيوت عندك هي وعندك الفازلين في الترطيب راه رائعين بزاف. وعندي ملعقه ديال الميزينا، ملعقه ديال الميزينا نشا الذرة، نشا الذرة نوريكم بهذا الشكل. هذا عندي ناخذ ابيض البيض، ما غاديش ندير ابيض البيض كامل، غندير القليل منه باش نخلط في وجهي. هذا الخليط ممكن ديري منه جوج المرات، لان البيض من الاحسن ما نحتفظوش به، من الاحسن ما نحتفظوش بالبيض. تهبط نقص منه لان كثير. عندي ناخذ نصف ابيض بيضه، نصف ابيض بيضه غادي نزيد عليها ملعقه ديال زيت الكوك، ملعقه ديال زيت الكوك يعني جوز الهند،
اللي هو كيف قلت لكم رائع في الترطيب. ناخذ ملعقه عامره ديال المايزينا ديال نشا الذره. غادي نخلط الخليط مزيان مزيان. ممكن تخلطيه في ديك باش كنخلط البيض، تخلطيه مزيان تحصي على واحد الخليط متجانس وبحال وكريمي، خليط كريمي. البنات وصفه قويه قويه البنات، جربوها غتشوفوا نتيجه زوينه رائعه ومرضيه. بهذا الشكل هذا هذاك الزيت ما يبقاش فيه حتى حبه كتبان، يعني خاصو يذوب، خاصو يذوب مزيان. ودقيق الذره كذلك يذوب مزيان بهذا الشكل هذا. حصلت على واحد الخليط متجانس شفتي سيداتي، انا غادي نوضعو على الوجه ديالي. شو ما شاء الشكل هذا كنت حزام. وغادي نبدا طبعا انا دائما كندير يديا، البانس كياكل ليا المكونات، ما كيحطش ليا المكونات كامله في وجهي، النص ديالها كيبقى في البانس بهذا الشكل هذا. بالناس ما كتبقاش فيه ريحه الزفوره نهائيا، كتولي فيه رائحة الكوك، كيولي على شكل بحال شكل رغوة، كديريه على البشرة ديالتك. من بعد سيدتي منين كيبس كتحسي وجهك تجبد بهذا الشكل هذا، كيشد البشرة البنات وكينفخ الخدود. قال البلاصه اللي عندي فيها التجاعيد كنديرها البنات اللي تيقولوا لي واش ما خفتيش نيفك يتنفخ، الانف سيداتي ما فيهش شي حاجه اللي فيها هبره اللي فيها اللحم باش غتنفخ، فيه عظم اولا كيف كنقولوا القروش. انتم سيداتي الجميله وجه ديالي على هذا الشكل هذا، وكنعطي لراسي الراحة 20 دقيقة حتى النص ساعة. وديري حتى العنق ديالك، حتى العنق ديالك ما عمرك تنسيه، حتى اليدين ديالك ما تنسيهمش، الماسكات اللي ديري لوجهك ديريهم لليد ديالك باش اليد ديالك ما عمرها ما كتجاعد، ما عمرها ما كدير دوك النقط السوداء اللي كتكون عن تقدم السن. هانتي سيدتي غيبقى 20 دقيقة وغتشوفوا الوجه ديالكم تجبد. انا غادي نوريكم كيفاش غنحيدوه. شوفي سيداتي ملي كيبدا يبس كيبقى الوجه كتحسي به تجبد، شوفوا كيبدا يتنفخ غير كيبس لك وجهك كتحسي به تجبد. شوفي سيداتي هاد البلايص هادو دوك الخطوط اللي كتكون عندي هنايا كتقلال ما كتبقاش اي بزاف، ولكن طبعا مع المداومه. المره الاولى كتشوفي النتيجه،
من بعد مع المداومه كتشوفي داكشي اللي بغيتي كتوصلي ليه بهذا الماسك هذا. والطريقه باش غادي تحيدي سيداتي، غتهزي من هذاك الخليط اللي درتي النيت، غتهزي وكتعاودي تفزقي وجهك على هذا الشكل هذا. ها انتما كتعاودي تفزقي وجهك، كتعاودي تفزقيه صافي، كتبقاي تحيدي بحال كتقشريه، كتقشري داك اليابس بنفس الخليط على هذا الشكل هذا، ضروري تحت الفوق. عاوتاني كذلك الجهه الاخرى كتفزقيها على هذا الشكل، كتبداي تحيديه، كتخدمي وجهك واحد الخمسة ديال الدقائق. طبعا منها كتخدمي الماسك، منها كتخدمي الخدود ديالك باش يوقفوا لهاد الشكل هذا. دائما كتدفعي، دائما خصك تدفعي، دفعي باش الخدود ديالك كيترسموا. وحاولي ما ديري حتى شي تجاعيد، هانتوما انا واخا هكاك ما كنديرش التجاعيد في وجهي. ها خصك تعرفي فاش غادي تبركي على هاد الشكل هذا صافي. من بعد كذلك الجبهه كتبقاي تضربي غير الفوق هكذا باش يرطب لك في الجبهه، يتحيد بسهوله. كتغسلي وجهك ماء بارد سيداتي عادي، الوجه ديالك اصلا مرطب بداك زيت الكوك اللي مع الخليط، كتشوفي نتيجه مرضيه ونتيجه رائعه. بصحتك وراحتك سيداتي، ما تنسيش تشجعيني. السلام عليكم.